بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد ربي على ما أنعمت وأوليت ولك الشكر على ما أجزلت وأعطيت أحمدك ربي حمدا يليق بجلالك العلي وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن قفى نهجهم النقي أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى ኢንሻአላህ ንያችንን ለአላሁ ተዓላ ብለን እንድናጠራ አስታውሳችኋለሁ። ሰፊነቱ ነጃህ የተባለውን የፍቅህ kitab ያብራራን ነበር። ባለፈው درسአችን ሙቀዲማዋን አብራርተናል። ኢንሻአላህ ካቆምንበት እንቀጥላለን። فصل في اركان الاسلام الفصل لغه الحاجز بين شيئين فصل سبال وقوانق درجه بهلت نجر مكاكل اندا گردوش يهونه نجر نو فصل بلو مالت هلت نجراتوچن يمي قرط بهلت نجروش مكاكل يمي كلل حاجز يهونه نجر نو فصل بلو مالت واصطلاحا اسم لجمله من المسائل يجمعها معنى واحد بالصلاح دقمو كفقها وچزند فصل سيلو يتوسنو مسألة وچ يتوسنو اوقات وچ يتسبسبو يهونو عند ترقون يمي سبسبات شو سبسب يالو مسألة وچ ينزا سمنو فصل بلو مالت وأما الأركان أركان سيبال فجمع ركن أركان بزونو عندو ركن بلال نتلاو ركن نو بذاتو دقمو جمعو أركان نو وهو عند الفقهاء جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه كفقهاء وچزند أركان بلو مالت يأند نقر كفل هنو يا نقرم يا لسو تككلين ميهو لمسالي فاتحة مقرات كاينا صلاة وست فاتحة مقرات بشافع مذهب إمام هنم مأموم هنا تكتلو مسجدة إمام هنا السجدة فاتحة مقرات قديتها اللبت فاتحة كالقرة صلاة الكل هنا يشلم سلزي فاتحة لصلاة ركن وسبال فاتحة يا صلاة أندو كفلنا صلاة دقمو يا لسوت الكل هنا ركوع كوسدنا ركوع يا أند يا صلاة كفلنا صلاة يا ركوع ككل هنا ركن بلو مالت كفقها وتزنت يا أند نقر كفل هنا يا نجرم يا لسو تككل يم ما يهون يا نجر يا لسو تككل يم ما يهون نجر مالتنا والإسلام لغة اسلمنا دق مسيبال بقوا عن قدر رجاء الانقياد مكة المالتنا اسلمنا سيبال بقوا عن قدر رجاء الانقياد مكة المالتنا وشرعا انقياد مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة دق مو إسلام سيبال نبياتنا صلى الله عليه وسلم يمتبة النقر مكة المالتنا إهين كال كتابه يتتكسون النبرار فصلون كالو بوهلا أركان الإسلام خمسة أركان الإسلام أمستنا الشوالو أركان الإسلام سلو الزيقاء يمفلقوا بات أعظم أمورهنا بس لمن نالي بتعم تلالك بوتا ياللاتشو يسلمنا نقراتوش أمستنا الشوالو النزي أمستوشم بحديث يمدو لنا الشو بخاري بزقبوت حديث نبياتنا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمسين بلو قلس أوه الشوال اسلمنا بأمستنا نقراتوش لي تقم بتوال بلو النزي هم من تقسات الشوان أمستنا نقراتوش نبياتنا صلى الله عليه وسلم قلس أوال بحديث لا يمن دقلسوت مجمل على يقلسوت هزيه كتاب لي اللون وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كالله تعالى بستقر بأمتي من قزوت كتاب اندل لما مسكرنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله تعالى ملكتنيا اندهن ما مسكرنا ولتنيا وإقام الصلاة صلاة مسجدنا الله تعالى بازازو منقد
الله تعالى اندززو ادرغو صلاتن مفصم صلاتن مسجدنا ثالثا وايتاء الزكاه زكان مستت نو قديتا لهون بسو زكاه الفطر ليهون يشلال ومن دمو نغاريس لهون زكاه قديتا هونو بس ليهون يشلال ومن دمو بريوچ سلالو توي بغ سلالو ويم غمل سلالو زكاه قديتا هونو بس ليهون يشلال زكاه قديتا يهون بسو الله تعالى اندززو ادركو زكان مستتو نو አራተኛው ወሶሙ ረመዳን ረመዳንን መጾም ነው ግዴታ ለሆነበት ሰው ወር ረመዳንን አላሁ ተዓላ ባዘዘው መንገድ በተገዩ መንገድ መጾም ነው አምስተኛው ወሐጁል በይቲ ማን ኢስተጣዓ ኢለይሂ ሰቢላ ሐጁል በይት ሐጅ ማድረግ ካዕባህን መጎብኘት እና የሐጅ ስራዎችን አላሁ ተዓላ ባዘዘው መንገድ መስራት ነገር ግን ለማን ነው ይሄ ማን ኢስተጣዓ ኢለይሂ ሰቢላ ወደ ሐጅ መሄድ መንገዱ ለቻለ ሰው ሄዶ የሚመለስበትን ዛድ ስንቅ የሚችል ሰው ቤተሰብም ካለው በአጠቃላይ ሸርጦችን ያሟላ ግዴታ የሆነበት ሰው ሐጅም መሄድ ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው ኢንሻአላህ እነዚህ ያንዳንዳቸው የራሳቸው ራስ ይመጣላቸዋል ስለነሱ የምንና ያገር ይሆናል ለወደፊቱ ማለት ነው ከዛም فصلنا له كفل اركان الايمان سلا اركان الايمان مجلس جمروا يا ايمان اركانوچ ستتنا له يا ايمان اركانوچ ستست ناتشو اركان الايمان ميبالوت ستست ناتشو والايمان لغه ايمان ميلون قال بقوانقوا درجه كاينو التصديق اونت مالتنا بقوانقوا درجه ايمان بلو مالت اونت مالتنا اونت بلو مقبل وشرعا بشريعه دغمو ايمان ميلون قالو سنملكت تصديق مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم يامطوتن اونت بلو مقبل ايمان يبلال بشريعه ايتا ايمان ميلون سناي مالتنا لذلك واركان الايمان يا ايمان اركانوچ የኢማን መሰረቶች ስድስት ናቸው እነዚህ የኢማን መሰረቶች የሚባሉት አንቢያዎች ሁሉም የመጡባቸው አንቢያዎች ሁሉም ለኡመቶቻቸው ያስተማሯቸው እነሱ ይዘውት የመጡት መሰረታዊ የኢማን ጉዳዮች ነገራቶች ስድስት ናቸው ማለት ነው እነዚህም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የተወሰዱ ናቸው ሐዲስ ጅብሪል በመባል ከሚታወቀው ሐዲስ የተወሰዱ ናቸው ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም بأن حديث جبريل متو يتوسن طياقيوچن طيقواچو نبر صحابوچ باللوبت جبريل يطيقاچو صحابوچ نبياچن صلى الله عليه وسلم يملسوت المل سمتو اندي مارو نو كطياقيوچ مكاكل اندو مندنو اخبرني عن الايمان نو سلا ايمان نغروني علاچو جبريل عليه السلام نبياچن صلى الله عليه وسلم ايمان سدست اندهونا گلصولت معناتنو رواه مسلم اينم حديث مسلم زگبوتال الناس ينقروت مجمل على يتكسلت من دنو أن تؤمن بالله بالله ما منهنو إيمان بلو مالت بالله ما منه وملائكته بملائكة وش ما منه وكتبه من دزاون بكتابوش الله تعالى بورداتشو ورسوله الله تعالى بلاكاتشو رسولوش الله تعالى بلاكاتشو ملكتنيوش وباليوم الآخر من دزاون بمجرشو كان وبالقدر خيره وشره ان ذاون بوساني با الله تعالى وساني لتامنو يا بوسانيو اما كان يتغنيو مطفوم هنا شر كلم نجر با الله تعالى وساني يمغني بلا لتامنو قالوت لذلك مجمل عليه يتكسلت ان تؤمن بالله نو با الله تعالى ما منه نو قالوت با الله ما من سيبال بان تصدق بانه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال بالله تعالى ما من سيبال الله سبحانه وتعالى جيتاچن يالنو بله اونت بله تكبلنو جيتاچن الله سبحانه وتعالى يتكبرو جيتاچن لرسو تغبي يهونو مولو يهونو بحاريوچ قالوت بنزا بحاريوچ يگلصال منزه عن صفات النقص እንደዛውም ጎዶሎ ከሆኑ ባህሪዎች ሱብሃነሁ ወተዓላ የተጠራራ የሆነ ጌታ ነው ሙሉ በሆኑ ባህሪ
ለሱ ተገቢ በሆኑ ባህሪዎች የሚገለጽ ጎደሎ ከሆኑ ባህሪዎች የተጥራራ የሆነ ጌታ ነው። በጎደሉ ባህሪ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይገለጽም። ጎደሉ ባህሪ ባንኛውም የፍጡር ባህሪ ለአላሁ ተዓላ ጎደሉ ባህሪ ነው፣ አይገለጽም። እኛ በምንገለጽበት ባህሪዎች ሱብሃነሁ ወተዓላ አይገለጽም። ምክንያቱም እኛ ፍጡሮች ነንና አላሁ ተዓላ ደግሞ ፈጣሪ ነው። ፍጡርና ፈጣሪ ደግሞ አንድ አይደለም። ولتحصيل ذلك عند سوب الله ما من ميبالو بتكلنيا منجد اني كستلت لابد من معرفة ما يجب له تعالى وما يستحل عليه وما يجوز في حقه عز وجل لا الله تعالى تجبي هنو بهاري وچ قالو ان شاء الله لو دفتو يمن تقساتشو ناتشو النزان بما وقنو الله تعالى ميقلز باتشو بهاري وچ قالو النزان بهاري وچ بتجبي بما وق النزان الله تعالى የማይገለጽባቸው مستحيل يهونو لالله تجبي يالهونو ባህሪዎች አሉ። እነዛን ባህሪዎችም አውቆ الله تعالى ከነዛ ባህሪዎች ማጣራት አለበት። الله تعالى በነዛ ባህሪዎች መግለጽ የለበትም። ጎደሉ በሆኑ ባህሪዎች ማለት ነው። ማንኛውም የፍጡር ባህሪ በሆነ الله تعالى መግለጽ የለበትም። እንደዛውም جائز الا وما يجوز في حقه لالله تعالى جائز የሆነ ነገር አለ እሱንም በማወቅ ነው። እንደዛውም ይሄንም እውነት ብሎ በመቀበል ነው አላሁ ተዓላ ማመን በትክክለኛ መንገድ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ በአላሁ ተዓላ ልታመን ነው አሉት። ከዛ ሁለተኛ ወመላኢከቲሂ በአላሁ ተዓላ መላኢካዎች ልታመን ነው። አላሁ ተዓላ መላኢካዎች አሉት። በመላኢካዎች ማመን ሁለተኛው ነው ሲሉ ምንድነው የሚፈልግበት? አይ ቢውጁዲሂም ወአንሁም ዒባዱላሂ ሙክረሙን እነዚህ መላኢካዎች እንዳሉና እነዚህ መላእክቶች የአላሁ ተዓላ የተከበሩ የሆኑ ባሪያዎች እንደሆኑ ልታምን ነው ማለት ነው። አላሁ ተዓላ የፈጠራቸው የተከበሩ የሆኑ ባሪያዎች ሁሉችም ወልዮች ናቸው። በእነዚህ መላእክቶች እንዳሉ ልታምን ነው። አላሁ ተዓላ በቁርአን እንደገለጸልን لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون አላሁ ተዓላ ያዘዛቸውን ነገር የሚፈጽሙ የከለከላቸውን የሚከለከሉ ትዛዝን የማይጥሱ አላሁ ተዓላ ከዘዛቸው ውጭ የማያደርጉ መላእክቶች አሉ። በነዛ መላእክቶች ልታምን ነው። وهم اجسام نورانيه لطيفه እነዚህ መላእክቶች የብርሃን አካሎች ናቸው። ለጢፍ ናቸው ደግሞ اجسام لطيفه ናቸው። በእጃችን የሚጨበጡ የሚዳሰሱ አካሎች አይደሉም። እንደ ብርሃን እንደ ጨለማ በእጃችን ከማይዳሰሱ ከማይጨበጡ አካሎች መካከል የሚመደቡ ናቸው። لا يصفون بذكورة ولا أنوثة በወንድነትም በሴትነትም አይገለጹም። ወንዶች ናቸውም አይባልም ሴቶች ናቸውም አይባልም። لكن الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل بصورة رجل من غير أن تكون لهم آلة الذكورة ومخرج الغائط ነገር ግን الله تعالى ለነዚህ መላእክቶች ችሎታን ሰጥቷቸዋል። ይሄም ችሎታ ምንድነው? በወንድ ልጅ ምስል መመሰል እንዲችሉ አድርጓቸዋል። በወንድ ልጅ ምስል መመሰል ይችላሉ። ነገር ግን በወንድ ልጅ ምስልስ በሚመሰሉበት ጊዜ ምንም አይነት የወንድ ልጅ ብልት አይኖራቸውም። የغائط መውጫም የሰገራ መውጫም አይኖራቸውም። እንደዛውም ደግሞ የሽንት መውጫም አይኖራቸውም። የፊት ብልትም የኋላ ብልትም አይኖራቸውም። ያለዚህ ማለት ነው በወንድ ምስል መመሰል እንዲችሉ አላሁ ተዓላ ችሎታውን ሰጥቷቸዋል። በሴት ምስል ግን አይመሰሉም ማለት ነው። وهم بالغون بالكثة ما لا يعلمه الا الله نزيهم قطراتهم በጣም የበዛ ነው። ቁጥራቸውን ከአላሁ ተዓላ ውጭ የሚያቀው የለም። اكثر من قطرات الامطار واوراق الاشجار نزيه ملائكه ቁጥራቸው ከመብዛቱ የተነሳ ምን ይላሉ? ከዝናብ ጠብታ የበዛ ነው ቁጥራቸው። እንደዛውም ደግሞ ከዛፍ ቅጠሎች የበዛ ነው ቁጥራቸው። አላሁ ተዓላ ብቻ ነው የመላእክቶችን ቁጥር የሚያቀው። ከሰዎች በጣም የበለጡ ናቸው ከጅኖችም የበለጡ ናቸው ቁጥራቸው ማለት ነው። منهم المستغرقون في طاعه الله ከነዚህ መካከል ከመላእክቶች መካከል الله تعالى بمجازات مستغرق هناك الله تعالى بمجازات يسمطال ومنهم رسل الله الى انبيائه ከነሱ መካከለም ወደ አንቢያዎች የሚልካቸው መላእክቶች አሉ። ወደ አንቢያዎች የሚላኩ መላእክቶች አሉ ማለት ነው። ومنهم حملة العرش كالناس مكاكل عرش يمشكموا ملائكة وشالو عرش أرات ملائكة وش باهون وزي الشكموا تال
ነገ በአኺራ ደግሞ 8 ይሆናሉ እነዚህ መላእክቶች ማለት ነው። አርሽን የተሸከሙ 4 መላእክቶች አሉ። الله سبحانه وتعالى لزانو بعرش لي بمكمت اي قلص من نلو مكنياتهم الله تعالى كعرش لي يتكمت به النرو النزي ملائكة ويتشك موتها لبالنو ايه دك مجرش لقيتاتشن تقبيا لهون نقرنو نامالتنو. ومنهم الموكلون بالسماوات والجنة والنار والجبال والصحاب والمطر وغير ذلك كالنسو مكاكل بوزو سراوش يتمدبو قالو كالنزا مكاكل በሰማይ የተመደቡአሉ በጀነት የተመደቡአሉ በሳት የተመደቡአሉ በተራራዎች እንደዛውም ደግሞ በጉም በዝናብና በሌሎችም ወዛኢፎች የተመደቡ መላእክቶች አሉ ማለት ነው። وافضل الملائكه خواصهم ከመላእክቶች ደግሞ በላጭ የሚባሉት خواص የተለዩ የሆኑ 10 መላእክቶች አሉ። እነሱ ናቸው ከመላእክቶች ደረጃ አላቸው የበለጡ ናቸው የሚባሉት። እነዛም አንደኛው ጅብሪል ሁለተኛው ሚካኤል ሶስተኛው ኢስራፊል አራተኛው አዝራኤል አምስተኛው ሪድዋን ስድስተኛው ማሊክና አራቱ ደግሞ አርሽን የሚሸከሙት መላእክቶች ናቸው። በአጠቃላይ 10 ሆኑ። እነዚህ ከሌሎች መላእክቶች የበለጡ ናቸው ማለት ነው። وافضل الخواص ከነዚህ ደግሞ ከخواሶች የበለጡት ማን ናቸው? ጅብሪል رئيس الملائكة የመላእክቶች ሁሉ አለቃ የሆኑት ጅብሪል عليه السلام ናቸው። ጅብሪል ከሁሉ መላእክቶች በደረጃ የበለጡ ናቸው የመላእክቶችም رئيس ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በመላእክቶች አንድ ሰው ማመን ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው። ሁሉም አንቢያዎች ይሄን እምነት ይዘው መጣዋል። ሁሉም አንቢያዎች ለኡመቶቻቸው ይሄን አስተምረዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወኩቱቢሂ እንደዛውም በአላሁ ተዓላ ኪታቦች ለታመን ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከስድስቱ ኢማኖች መካከል ማለት ነው። بالله تعالى كتابه ما من سبال المنزله على انبيائه بانبياءه لا يوردوا كتابه ما من مالتنا الله تعالى باندان انبياءه كتابهن اوردوال انزا يوردون كتابه ما من جديتا اللبن حقنا تشو الله تعالى كتاب اند وردا ما من جديتا يهون بنال مالتنا وهي 400 كتاب نزيهم 104 كتاب ناتشو باتقالاي 104 كتابوچن الله تعالى بانبياءوچ لاي اوردوال انزل منها على شيث 50 كنذي ك104توچ مكاكل بشيث لاي 50 كتاب اوردوال وعلى ادريس 30 بادريس لاي دغمو 30 اوردوال وعلى ابراهيم 10 بابراهيم لاي دغمو 10 اوردولاچوان وعلى موسى 10 لموسى دغمو 10 اوردولاچوان غير التوراة كتوراتج كتورات ليلى موسى عليه السلام اسر ردولاچوال وانزل على داوود الزبور بدلاود لداود دغمو زبور ردولاچوال وعلى عيسى الانجيل لعيسى دغمو انجيل ردولاچوال وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان بنيا نبي لي بمحمد دغمو صلى الله عليه وسلم الفرقان ردولاچوال معناتنو باتقالاي 104 ይሆናሉ። ሺዝ 50 ወርዶላቸዋል። ኢድሪስ 30 ወርዶላቸዋል። ኢብራሂም 10 ወርዶላቸዋል። ሙሳ 10 ወርዶላቸዋል። ከተውራቶች እነዚህ በአጠቃላይ 100 ይሆናሉ። አራቱ ደግሞ ምናጋቸው ተውራት ለሙሳ፣ ኢንጂል ለኢሳ፣ ዘቡር ለዳውድ፣ አልፉርቃን ደግሞ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወርዶላቸዋል ማለት ነው። በእነዚህ ኪታቦች ማመን ግዴታ ነው። እነዚህ ኪታቦች ከ الله تعالى عند ورداتك وستاتك دقمو يالو نقر باتتك علي حق عند نبر اهون بنبياتنا صلى الله عليه وسلم لأي وردو قرآن بأجاتني مقنيو باتتك علي حق عند هنا كالله تعالى ميورد عند هنا الله تعالى يوردو عند هنا ما من قديتانو مالتنو جعلني الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته